سلام بنات كي دايرين لاباس عليكم اموركم بخير نتمنى ان شاء الله يوصلكم هذا الفيديو وتكونوا باحسن الاحوال كما العاده الله يسر لينا وليكم والله يرزقنا ويرزقكم من فضله واي واحد كيتمنى شي حاجه الله يحققها ليه بالنسبه اليوم واحد الوصفه جيت نشاركها معكم البنات راه غزاله بزاف وهي ديجا فايتين حاطينها الناس بزاف في اليوتيوب ولكن جيت نشارك معكم الطريقه ديالي واللي هي ديال الدكتور الفايد هي كتصوب بزاف ديال الطريقات وداكشي اللي غتعرفوا معايا من الاول حتى لاخر الفيديو قبل ما نبدا الفيديو البنات ما تبخلوش عليا بلايك والتعليق يكون زوين الله يخطيكم عليا باش ان شاء الله نزيد بزيد زعما <applause> القدام المهم البنات ما عليناش المهم بالنسبه لحب برشاد خاصو ضروري يكون جديد وحاولوا انكم اللي تأخدوه من عند الشخص ان تكونوا عارفين انه تيجيب داك الشيء دو جوده ما يكون فيه لا ريحه الغمال لا حتى شي حاجه وبالنسبه لهنا للتمر خاص جوده ماشي في التمر انه يكون مجهول ولا شي حاجه لا قد ما انه خاصو يكون طري يعني يكون جديد وأنا ما يكونش داخل الفريغو هذا البنات ها باين آه طري ما غنغسلو لا حب برشاد ولا التمر غير غيتمسح حيت التمر الا تغسل وعاد خدمنا بهذه الطريقه فهو كيغمل حيت انا ديما كنغسل التمر المهم البنات غنحيدو منه العظم كامل وانا نرجع معكم باش نكمل معكم الوصفه صافي البنات هنا الكميه اللي عندي على حسب اللي غناكل انا والزوج ديالي بالنسبه لهذا هذا التمر البنات كان كان شويه ديال الحبرشاد يعني الراس ديال المعلقه وهنا غنرد الماء يفور زعما يسخن ونحط فوق منه واحد وغنرجع نعمر التمر ديالي يعني بالنسبه لهذه الوصفه البنات راه ماشي غير الحمل اللي بغات تحمل لا هذه هاد الوصفه هذه هي تنقيه الرحم من الشوائب والتكيس المبيض اللي عندها مشكل ديال تكيس المبيض واللي عندها عدم انتظام الدوره الشهريه وبالنسبة للراجل حتى هو اللي فيه البرد بزاف ديال المشاكل يعني فنة 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 بزاف خصوص انا مؤخرا فاش كنت دكيت هذيك ليبرا معلومه باش ما يحذفوش لي الفيديو راكم عارفين الا هضرنا عليهم كيتحذف الفيديو فانا ما بقاش عندي الدوره منتظمه ولا عندي مشاكل صحيه بزاف 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 خصوصا في الدوره الشهريه هنا البنات صافي غنعمر هذا حب شاد. غير هاد المعلقه البنات ما تكثروش بزاف وانا هنا خديت التمر الصغير ما خديتش التمر الكبير يعني هذا باش غناخذ جوج حبات في الصباح على الريق وحده في الليل منين نبغي نعس مده ديال الدوره الشهريه كامله وكتزيدي عليها يومين يعني الا كانت الدوره الشهريه ديالك 4 ايام فغتزيدي حتى السادس واللي الدوره ديالها 7 ايام فهي غتزيد يومين عليها راه وصفه فنه وبالنسبه للبنات اللي ما تيبغوش مثلا التمر ولا كيجيو محب برشا دمر البنات هنا يتبان لكم كثير راه ماشي كتير راه غير تمر صغير يعني راس المعلقه لكل وحده ما تكونش عامره راس المعلقه بزاف صافي هنا البنات نخليه تيفور مزيان وبطبيعه الحال ضروري يتغطى البنات غير واحد مثلا واحد ربع ساعه هكاك ونشدو شي قرعه ديال الزاج اللي تكون ديجا مغسوله ومعقمه مزيان ونخليوها تستقطر على خاطرها ولا مسحناها تكون بزاف نقي وغنبداو نعمرو بها داك التمر اللي اللي صوبنا وهذا وبالنسبه لحب رشاده البنات راه ممكن ديروه في الحسوه اللي راه مزيان بزاف اللي ضاربوا البرد لصدرو وفيه بزاف الا اللي كتشرب شي دواء ديال الامراض المزمنه ما صالحلكش نهائيا ما تقوليش لا غير نديرها ما غيطرا والو لا حيت هو راه كيدير هبوط حاد في يعني الطونسيون كيهبطو بزاف خصوصا مع الادويه يعني راه لا قدر الله راه يقدر يدير عنده اضرار ديال يعني ما خاصش الواحد يكثر بهم بالنسبه اللي عندها مشاكل هادو اللي ذكرت قبل فيستحسن انها تاخدو كل دوره شهريه فقط يعني ماشي تمشي عليه الشهر كامل واللي بغات تحبل فضروري انها خاصها تحبسو مباشره من بعد الدوره الشهريه بيومين باش حيت هو سخون بزاف حنا عارفين حب رشاد سخون بزاف صافي البنات هنا خاصو ضروري تخليوه حتى يبرد مزيان عاد ديروه في القرعه باش ما يغمل ليكمش مني كيسالي البنات كنستفو مزيان كندير عليهم الزيت مازال البنات هنا غنزيد الزيت فانا مع التصوير وداك يعني ما كنكثرش بزاف يعني مشيت حتى نعمر القرعه غير باش كي تدخل داك الزيت البلديه فيه صافي البنات هنا غنخليه تيبرد مزيان ومن بعد غنسدو وكنصوبو غير على حساب الكميه اللي غتكلف ديك المده قصيره يعني راه ما كيطوش بزاف وكل ما برد لك مزيان راه ما غيغمان ما والو نحتفظوا به في الثلاجة ممكن هاد الوصفة يأكلوها الزوجين معا ممكن غير الزوجة هي اللي عنده المشكل هو اللي ياخدها كانت نكون نفعتكم ونطلق ان شاء الله في فيديو جديد ولا لا يخطيكم عليا وخا خلطت عليكم كل مرة كندير موضوع في قناتي ولكن كنحاول اي حاجة استفدت منها انا نفيدكم نتلاقاو في فيديو جديد ولا لا يخطيكم